مساء الخير أطفالي في الصف الأول الأساسي، كيف حالكم؟ درسنا اليوم في مادة القراءة العربية، الدرس الثامن عن حرف الحاء، الصفحة 58. والآن تابعوا معي درس القراءة، وانتبهوا إلى مكان حرف الحاء في الكلمات. نحس بالطعم بواسطة اللسان، اللسان حاسة الذوق، وأنتم أيضا رددوا معي. نحس بالطعم بواسطة اللسان، اللسان حاسة الذوق. أما الآن رددوا معي معاني وأضداد الكلمات التالية. المعاني: ما معنى أتذوق الطعم؟ أختبر الطعم. رددوا معي: أتذوق الطعم، أختبر الطعم. ما معنى أتناول الطعام؟ آكل الطعام، أتناول الطعام، آكل الطعام. والآن ننتقل إلى الأضداد. ما ضد بارد؟ ساخن. ضد بارد ساخن. ما ضد مالح الطعم؟ حلو الطعم. رددوا معي: مالح الطعم، حلو الطعم. ننتقل الآن إلى الأسئلة. السؤال الأول: بواسطة ماذا نحس بالطعم؟ قبل الإجابة ماذا نحذف من السؤال؟ نحذف أداة الاستفهام ماذا وعلامة الاستفهام. ماذا بقي من السؤال؟ بقي: نحس بالطعم بواسطة. أين نجد هذه الجملة؟ ننظر إلى النص. نحس بالطعم بواسطة اللسان. إذن بواسطة ماذا نحس بالطعم؟ نحس بالطعم بواسطة اللسان. السؤال الثاني: أضع إشارة صح في مربع الكلمة المناسبة. أتذوق بواسطة ماذا؟ بواسطة يدي أم بواسطة لساني؟ أتذوق بواسطة لساني. أحسنتم. ألمس بواسطة يدي أم أنفي؟ ألمس بواسطة يدي. أحسنتم. إلى اللقاء في درس قادم.